أهلا بكم. ماذا يراد من وراء تقاسم الأوقاف المزمع تنفيذه بين الوقفين السني والشيعي في العراق؟ ولماذا أغفل الاتفاق مرجعية فقهاء وعلماء السنة ولم يتطرق إلى حل النزاع عبر القضاء؟ أليست الأوقاف ملك لله وليس لأحد أن ينازعه في ملكه؟ هل يحق لرئيس الوزراء أو أي جهة حكومية تغيير ملكية الأوقاف خلافاً لشرط الواقف؟ رابطة علماء أهل السنة في العراق قالت إن التعامل مع اتفاق تقاسم الأوقاف محرم شرعاً وباطل قانوناً لأنها لم تحظى بموافقة مجلس الأوقاف وهو أعلى سلطة في ديوان الوقف السني. ألا يعد تقاسم الأوقاف اتفاقاً مجحفاً؟ حيث أثارت غضباً شعبياً واسعاً داخل العراق وخارج العراق ومحاولات سرقة الأوقاف الإسلامية من قبل ديوان الوقف الشيعي أو الجهات الحكومية، بينما حذر المجلس الإفتائي العراقي الأعلى في ديوان الوقف السني من مخاطر اجتماعية نتيجة هذه الاتفاقية. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على محاولات سرقة أوقاف المسلمين في العراق. نتابع بداية هذا التقرير. التجاوزات والانتهاكات في العراق شملت كل شيء وفاقت كل التصورات، ولم تسلم منها حتى الأوقاف التي يفترض عدم المساس بها مطلقا كونها خرجت من ذمة الواقف وأصبحت خالصة لله تعالى. القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق حصل على محضر اللجنة المشكلة في ديوان الوقف السني لبحث موضوع تقاسم الأوقاف، وبين أن رئاسة الحكومة الحالية اعتمدت ممثل لجنة الوقف الشيعي فقط في محضر لجنة الفك والعزل وترحيل الملف إلى الحكومة الجديدة. وكشف أيضاً إنه لم يتبقى أي حجج وقفية لديوان الوقف الشيعي في وثائق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بما يبطل حجة تقاسم الوقفين. قضية تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي أثارت غضباً واستنكاراً واسعاً داخل العراق وخارجه، فأصدر عدد من علماء الأمة بياناً بشأن الأوقاف العراقية والاعتداء عليها، أكدوا فيه على أن الوقف نظام إسلامي أصيل اعتنى به المسلمون على مر العصور، ورفض العلماء في بيانهم المساس بأوقاف المسلمين والتصرف فيها أو التلاعب بها. وأدانوا محاولات استلاب الأوقاف الإسلامية في العراق من قبل ديوان الوقف الشيعي أو الجهات الحكومية. أما رابطة علماء أهل السنة بالعراق فقالت إن التعامل مع اتفاق تقاسم الأوقاف محرماً شرعاً، وأن علماء أهل السنة في الداخل والخارج رفضوا الاتفاقية وحرموها شرعاً، فضلاً عن بطلانها قانوناً كونها لم تحظى بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى وهو أعلى سلطة في ديوان الوقف السني. ويبدو أن الوعود الحكومية وادعاء التريث وعدم التوقيع على اتفاقية التقاسم ما هي إلا أسلوب مراوغ لتهدئة الشارع العراقي الرافض لما يحصل للأوقاف الإسلامية في العراق. أرحب بضيفي في هذه الحلقة الأستاذ سعد عمر كبرلي، مفتش عام ديوان الوقف السني السابق في العراق من عام 2004 إلى بداية العام 2009. أستاذ سعد عمر، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا، مرحبتين، حياك الله أستاذ. قبل الدخول إلى حيثيات استلاب الأوقاف والاتفاق بتقاسمها، نريد أن نتعرف أستاذ سعد، ما هو مفهوم الوقف وما هي شروطه؟ هو أساس المصطلح الوقف بالإسلام هو يسمى حبس العين، تعني الرقبة وحق التصرف للواقف. نعم. يعني اللي يوقف أي ملك أو أي شيء خيري يوقفه، الشرط ماله هو اللي يطبق. هو إذا بالحياة ما حد يقدر يتصرف به، يعني حتى الأوقاف ما يقدر يتصرف به. بعد وفاته بها شروط، بيمتولي أو يستلم الأوقاف بموجب هذا الشغلات. والحجج الوقفية أساسا واجبة التنفيذ حسب شروطها،
لأنه شرط الواقف نص الشارع، هذا ثابت بالإسلام، ما حد يقدر يتلاعب به. القضاء يعني هو من يقرر الوقف بالتأكيد بحضور شهود، يعني من هم الشهود الذين يتطلب حضورهم في موضوع أو بشأن موضوع الوقف تحديدا؟ هو عموما كل إنسان يريد يوقف يعني أي شيء لوجه الله، هذا لازم يروح للمحكمة الشخصية، يرأسها قاضي شرعي، ويعتمدون أساسا بالوقف شهود يعني زي يقول لك معروفين بالمنطقة أو ضمن العوائل المعروفة. مثلا الوقفيات القديمة، لما نطلع القديمات مثلا الوقف تلقي نهاية الوقف شو مسجل، مثلا أحد الوقفيات مثلا القديمة واحدة منها مثلا يقول لك من بيت النقيب فلان فلان موقع بختمة، بيت مثلا النائب فلان، يعني شخصيات مثلا بغدادية أو التابعين لتلك المنطقة اللي يوقفون بها، يعني مو أي واحد يجي يابا هذا بيت يريد وقفة، لا، المحكمة يتأكد 100% أنه هذا الوقف من ملك الخاص والحلال بشهود الأشخاص. يعني ترى الوقف مو سهل، تعال والله أوهبة أو شيء ما في الحجي، الإنسان اللي يعرف بالوقفيات يرجع للوقفيات يشيكها. في هذا هذه النقطة في موضوع يعني في هذا الموضوع تحديدا، أكثر الأملاك الوقفية تعتبر يعني من التراث العثماني، يعني النسخ الأصلية موجودة ومثبتة في الأرشيف العثماني في أنقرة وإسطنبول، وحتى يمنع الدخول لها إلا بالمخاطبات الرسمية عن طريق مخاطبة يعني وزارة الخارجية. ولكن هنا بموضوع يعني الاتفاق المزمع بتقاسم الأوقاف، هنا كيف يكون بعيدا عن هذه النقطة وكل النسخ موجودة في أنقرة وإسطنبول؟ صراحة كل الوقفيات العراقية ما عدا الوقفيات يمكن اللي بعد 1921 هذاك ما موجود نسخ باسطنبول. أنا شخصيا زرت الأرشيف العثماني في أنقرة وفي اسطنبول وشفتهم، ونفس النسخ عندنا نسخ أصلية، يعني نسخ ثانية أصلية موجود عندنا في الأوقاف. إضافة إلى هذا الوقفيات نفسها مترجمة ومصدقة من سنة 71-72-73 من قبل الأساتذة حبيب الهرمزي، كان مدير حقوق في ديوان الأوقاف في ذلك الوقت، ومعه السيد عادل الدرزقالي. هذا مع الأسف هذين الوقفيات المترجمة كلها كانت مشتتة ومفقودة بجهود من مكتبنا وموظفين خاصين، يعني تفرغوا على هذا الشغلة. الحمد لله وشكر جمعنا كل المجلدات وعددها 18 مجلد بصورة ملونة أصلية ومصدقة كامل، ولا يزال موجود في الأوقاف السنية 3 نسخ مع السيديات. أنا كملته وسلمت الأوقاف سنة 2008. أي نعم. طيب أستاذ سعد، ماذا يراد من وراء تقاسم الأوقاف المزمع بين الوقفين السني والشيعي في العراق؟ هل من أهداف تقف وراءه؟ أتوقع أنه بوقت صراحة أول ما بدأ تقاسم الأوقاف بدأ في 2004 بزمن الله يرحمه الدكتور عدنان الدليمي. وبوقت تم تقسيم السيارات يعني قسم الأملاك اللي متابع الأوقاف، وصار حديث عن الوقفيات، حديث عن الوقفيات، فبوقت يعني هملوها، فتشكل لجنة من مسؤول وزراء برئاسة القاضي علاء الساعدي، يعني شخص طيب، وهاي وعضوية أنا كنت رئيسة الوقف السني، ومقابلي دكتور صلاح عبد الرزاق ممثل عن الوقف الشيعي كان. وبقينا من 2006 لغاية يعني تقريبا الشهر السابع أو السادس 2008، و حتى اشترك معنا لجنة الأوقاف بالبرلمان العراقي برئاسة الأستاذ ناصر السعدي في ذلك الوقت. مهم كل النقاط ثبتناها بشكل شرعي وقانوني، وصار مؤتمر بالبرلمان العراقي وبحضور الفضائيات العراقية والأجنبية، وفيها تم تسليم باليد
حدود 720 25 ما اعرف العدد التقريب بالضبط، بس فوق 700 كان لممثل الوقف الشيعي الاستاذ الدكتور صلاح. وهذا حصتهم اللي سلمناه المقريات هو هذا الوقفيات اللي عددها تقريبا 420 من بغداد والبقيه من بصره. سلمنا لهم اياها حسب شرط الواقف، واحنا عندنا شرعا شرط الواقف يعتمد مثلا يقول لك شخص وقف على مذهب ابو حنيفه او على مذهب الشيخ عبد القادر هذا يروح الوقف السني، اذا قال على مذهب ابو جعفر الصادق هذا يروح الوقف الشيعي. احنا شكوا وقفيات على مذهب جعفر الصادق اللي قلت لك حدود 700 وكسر سلمناها الوقف الشيعي. طيب وراها نفس الوقت صار اتفاق من ضمن المحضر موجود انه المقابر المدرسه كان عليه اشكال بيننا وبينهم، قلنا ناخذ المقابر كل مقبره يمضي عليه مثلا 60 70 80 سنه يسلم الاوقاف. هنا قلنا المقابر نعتمد بالمقابر عائديتها على اكثريه المدفونين اذا من اهل السنه او من الشيعه. فهاي واثنين وثالثا اتفقنا هناك اذا وقفيات اكو يعني ما لا يعني ما بها حجه وقفيه او شرط واقف يتقسم بين الوقفين، وهذا ما حصل في احد المناطق في منطقه في البصره في منطقه سعد الوقف السني الوقف الشيعي قسموها بيناتهم. طيب ما هي الحجج الوقفيه التي سلمت للوقف الشيعي؟ ما طبيعتها؟ طبيعتها اكثرها بها متولي. يعني المتولي شنو المقصود؟ يعني انا اوقف عماره ثاني بالحياه اقول هذا العماره مثلا وارداتها للعمل اعمال الخير لطلبه العلم لقراءه القران اي شيء انا اختاره. وهذا الوقت الاوقاف يبدي كل سنه اكو لزمه محاسبه المتولين، يبدا اول ثلاث شهور كل سنه يبدي يشوفون اللجنه يراسها قاضي شرعي يشوفون هل انا كمتولي طبقت شرط الواقف او لا. اذا ما طبقت اتحاسب. الوقف الشيعي الاغلب الوقفيات مالهم انا اللي شفتها كلها بي متولي. وعلى صراحه مرة طلعت قبل ما طلعت اجوا عدد من الاشخاص من هذول المتولين يعني اشتكوا يمي. اتذكر واحد منهم عنده دكاكين منطقه سوق الصفافير كان مشاكل يقول لك كيف تتصرف كيف يعني هاي صارت مشاكل قال ارجع وياكم. قلت هذا ما يصير ترجع بعد. طيب استاذ سعد لو تحدثنا عن التوزيع الجغرافي للوقفيات السنية نتحدث تحديدا عن يعني مصير أوقاف سامراء يعني ضريحة علي الهادي والحسن العسكري. خلينا نسوي فقرتين. فقرة الوقفيات بالعراق متركزة بالدرجة الأولى بالمحافظات بغداد كركوك موصل بصرة. هذا أغلب الوقفيات هنا موجودة ببقية المحافظات، عندنا بالناصرية عندنا بالديوانية بالحلة بالعمارة يعني بديالة أنبار صلاح الدين عندنا. بس هاي اثنين بالنسبة لسامرة مع الأسف نهاية 2005 صدروا قانون رقم 19 سنة 2005 قانون العتبات المقدسة والمزارات الشيعية. هذا القانون لو تقرأ نصه بنودة يقول لك شكو عتبة يصير تابع الوقف الشيعي وشكو مزار آل البيت ترجع عائدته للوقف الشيعي. على أي أساس استندوا إلى هذه المعايير؟ هذا صراحة المعايير هذا أساساً بوقتها أنا اعترضت يعني مو شخصياً حركت حكيت بها رئيس الديوان ووقتها كانت جفة التوافق ما متشكلة دي يتشكل كان قلت لهم يابا لازم ندخل لأنه هذا خلاف القانون خلاف قانون إدارة الدولة وخلاف الدستور. لأنه هذا القانون صدر بسنة يعني نهاية 2005 هناك ممثل السنة كان يعني كلش قليلين تقدر تقول يعني غير موجودين أساسا. يعني أنا اثنين ثلاثة من البرلمانيين شفتهم ما يدري شو ماكو. واساسا لو تنظر تاريخ صدوره يوم 26/12/2005 يعني القانون لو ترجع القانون قانون 19/2005
تاريخ الصدور 26 12 2015. مع العلم اعضاء البرلمان انتهى عملهم يوم 15/12، يعني البرلمان منتهي دورته وهذا القانون صدر. طيب استاذ سعد، يعني رابطه علماء اهل السنه في العراق قالت ان التعامل مع هذا الاتفاق هو يعني محرم شرعا وكذلك باطل قانونا، هذه النقطه كيف يعني توضحها لنا؟ اساسا اللجنه اللي احنا تشكلت ب 2006 برئاسه الاستاذ علاء السعدي القاضي من مسؤول وزراء ممثل وزاره مسؤول وزراء، هو قاضي شرعي لا يجوز الطعن في قراراته في توقيعه، وبرلمان العراقي ايد هذا. يعني احنا الاتفاقيه مال 2008 شو اسمه مصدق عليه، خليني اقول لك، من مسؤول وزراء ومن البرلمان ورئيس قاضي، وحسب ما انا صراحه نهايه 2008 صدر امر حالتي على التقاعد، بدايه 2009 انفك سويت انفكاك. هنا اللي بعد ما طلعت كنا من ضمن الشروط اللي ثبتناها انه يتشكل لجان فرعيه بكل المحافظات من وقف الشيعي ووقف السني، يدققون اكو مثلا وقفيات منسيه ما منتبهين عليه، يرفعون تقرير اللجنه الرئيسيه ببغداد. كل اللجان رفعوا التقارير بغداد، الوقف الشيعي الوحيد اللي اعترض ما اعترف به وخلى الشغله نايمه. ورا سنتين سنه ونص سنتين صار عندهم مجال ثاروا من جديد. حسب معلوماتي انه خمس لجان صار بعد انا اللي طلعت، خمس لجان بخمس قضاة كلهم ما وصلوا نتيجة، الاكثريه القسم منهم كتبوا الرجوع الى لجنه فك وعزل الرئيسيه، لانه يعني قرار قاضي به ما حد يقدر يتعب به. اما هسه بالحاله الاخيره هذا الاتفاقيه صار التوثيق هو استمراريه للاتفاقيات الخمسه اللي صار بعد 2008، بس هذا اجى غير اطار مثلا توثيق. يعني كنت اتمنى انه رئيس الديوان قبل ما يوقع الوثيقه كان يرجع للاوقاف يستفسر. طيب قبل ان قبل قبل نعم قبل موضوع مثلا تعاطي الحكومه مع الموضوع واعتماد ممثل لجنه الوقف الشيعي في محضر لجنه الفك والعزل، قبل ان ندخل في هذا الموضوع هناك امر يعني نريد ان نتحدث به، وهو يعني كيف ينظر يعني الفقه الشيعي الى موضوع الوقف، يعني فيما يخص الاوقاف في العراق، هل يوجد هناك يعني بحسب الكثير من المعلومات التي لدي أن هناك نظرة خاصة للفقه الشيعي تجاه الأوقاف؟ صراحة أنا بوقتها صار بالبرلمان سألت سؤال من قبل أستاذ ناصر الساعدي، قال لي إيش عذب السنة عندهم وقفيات هواية مذهب الشيعي ما عندهم، فقلت له عندهم كتاب صراحة ما أتذكر اسمه، بوقتها أخذت له وشافه، مذكور كالآتي: لا يجوز الوقف لدى الحاكم، كل وقف لدى الحاكم يعتبر باطل، وانما يوقف لدى الحوزات العلميه. فعلى مود هذا شوف اغلب الشيعه وقفيات عندهم وقفوها بالمرجعيات مالتهم بالحوزه العلميه. فعلى مود هذا الوقفيات الشيعيه ما بينت عندنا. طيب في نقطة أخرى، يعني هنا يعني المعلومات التي لدي تقول أن نسبة الوقفيات السنية في عموم العراق تمثل نحو 96%، هذه نسبة كبيرة بالمقارنة مع نسبة وقفيات الأوقاف الشيعية تمثل 4% فقط، بناء أيضا على ما ذكرت وتفضلت قبل قليل. هنا يعني لو تطرقنا إلى موضوع إغفال الاتفاق لمرجعية فقهاء وعلماء أهل السنة، كيف تنظر إلى هذا الإغفال رغم هذه النسب الكبيرة في التفاوت؟ يعني أخي العزيز، الوقفيات مثل ما قلت لك اللي جمعناه احنا، ما عدا هناك طبعا وقفيات زراعية ما عدا 18 مجلد هم مساحات كبيرة. الوقفيات اللي قلت لك 18 مجلد هنا الوقف مثلا إذا واحد عنده دكان صغير يعتبر وقف، اكو منطقة كاملة يعتبر وقف، مثلا منطقة العلوية، يعني اغلب العراقيين ما يعرفون ليش سموه منطقة العلوية،
منطقة العلوية استنادا إلى وقف عمشة بنت سيد حسين السامرلي. هذا وقفها تبدي من ساحة السعدون وينتهي قريب سدة بالمدفع، يعني يبدي يم ساحة الفردوس، ساحة كهرمانة، ساحة الأندلس، هذا كلها لا يزال وقف العلوية. وقف العلوية هو وقف واحد، بس لو تنظر يعني أقيام الوقفيات اللي عنده بالمئات أو يوصل بالآلاف. أنت أحسب حسابك، أكو مثلا عمارة بيها مثلا 30-40 شقة مثلا، دكاكين. فهنا إحنا إذا نقيم الأعداد الوقفيات يعتبر وقف وقفيات الوقف الشيعي سلمناه يعتبر لا شيء. طيب لماذا أغفل الاتفاق مرجعية فقهاء وعلماء السنة؟ ما السبب؟ نعم، شو عيني؟ هذا الاتفاق المزمع بشأن تقاسم الأوقاف أغفل بشكل ربما متعمد مرجعية فقهاء وعلماء أهل السنة، نتساءل عن السبب. والله صراحة هو يعني هم يعني ما ذكروهم، يعني أنا برأيي يعود أنه كان قلت لك مفروض رئيس الديوان وقت السنة حالي كان قبل ما يوقع الوثيقة يرجع على الأشخاص اللي لهم علاقة يستفسر منهم. فقلت لك هو صار بشكل وقع بشكل مفاجئ، بس بالمناسبة هو توقيع رئيس ديوان لما وقع الوثيقة، هذا الوثيقة يعني ما منطي صلاحية، لأنه هذا الصلاحية صلاحية مجلس الأوقاف الأعلى. يعني كان المفروض يقول أرجع لمجلس الأوقاف الأعلى شوف شنو قراراته، وهسه أتوقع مجلس الأوقاف الأعلى معلومات اللي عندي أنه رفض هذا الوثيقة. نعم. إذن أستاذ دكتور، نعم، هذا الوثيقة مهما تكون لا يمكن تنفيذها. ليش؟ لأنه هذا شغلة وقفية، يعني أي محاكم ما يقدر ينظر به. أي قاضي يجي، القاضي يجي، طبعا احنا ما شاء الله قضاة عندنا يعني لهم مكانة في العلم في التطبيق، يما يشوف شغلة شرعية رأسا يحول إلى شو اسمه حاليا بعد 2003 يحول إلى لجنة فك وعزل، وقبلها يحول إلى قاضي شرعي. هاي شغلة شرعية يعني ما حد يقدر يطلع عبي. سنأتي إلى موضوع القضاء ودوره في هذه الاتفاقية بتقاسم الأوقاف أستاذ سعد عمر كوبرلي، ولكن بعد أن نأخذ فاصل قصير ونعود إليك مرة أخرى لنكمل الحوار. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. إذا نسلط الضوء في هذه الحلقة على تقاسم الأوقاف المزمع تنفيذه بين الوقفين السني والشيعي في العراق، وبالعودة إليك مرة أخرى أستاذ سعد عمر كوبرلي مفتش عام ديوان الوقف السني السابق في العراق، لنتحدث عن موضوع القضاء ودور القضاء في هذه الاتفاقية أو هذا الاتفاق المزمع تنفيذه بين الوقفين السني والشيعي، والكثير من الأحاديث التي تدور حول عمليات فساد كبرى تجري، وكذلك تساؤل عن دور القضاء في ما يجري في للأوقاف التي هي تعد ملكا لله سبحانه وتعالى. أستاذ سعد، يعني نتساءل عن دور القضاء في هذا الاتفاق، كيف تنظر إليه، كيف تصفه؟ صراحة هذا الاتفاق لا يمكن تنفيذها، يعني مهما يكون القاضي اللي يستلمه، لأنه أعرف بشغلة القضاء يعتمد على أدلة ومستندات. هنا قلت لك هذول الخمس لجان صارت بعد 2008 رأسهم قضاة، هذول القضاة ما قدروا يقررون، قسم منهم قالوا يرجعوا إلى لجنة فك وعزل اللي صارت بال 2008 على قراراته، لأنه قراراته
موثقة من قبل قاضي من الدولة وممثل من مجلس الوزراء، ولا يزال هذا القاضي موجود أستاذ علاء الساعدي. فهنا القضاء قلت لك ما يقدر. بعدين حتى قضاء إذا قرر أي شيء، بس هذا مستحيل، إذا قرر هناك أكو وقفيات، إحنا عندنا أنواع الوقفيات. إحنا بالعراق عندنا، هو لو تنظر بالعراق أو بالشرع عندنا أربع أنواع وقفيات: وقف خيري، وقف مضبوط، وقف ملحق بها متولي، وقف ذري. فرضا احنا على كلام الوثيقة انه قسموا الأوقاف، ومتولي يعني عنده يعني مقاطعة معينة مثلا الوقف. هذا اذا سلم الوقف شيء هو ما يرضى، يقول لك انا اشغل على مذهب اهل السنة، على مذهب ابو حنيفة. او وقف ذري كذلك، عندنا مثلا وقف ذري هواية، مثلا عندنا وقف زنزم وقف كلش كبير، ولو بدأت تصفيه لأن الأوقاف اللي نسب فيه، يعني قصدي راح يصير معارضة من قبل متولين الوقفيات أو اللي وقفوا هم يعني تركوا التولين. طيب يعني ما دعم يرد يتوقع القاضي يقدر يحكم بشيء خلاف الشرع بالدرجة الأولى. يعني في هذه النقطة، يعني هل يحق لرئيس الوزراء أو أي جهة حكومية أن تتلاعب بالأوقاف أو تغيير ملكية هذه الأوقاف خلافا لشرط الوقف؟ دكتور شي واحد راح أقول لك، رئيس الوزراء أي واحد سلطة تنفيذية ما يقدر يتجاوز على السلطة التشريعية، هذا ثابت ما حد يقدر يتلاعب به. يعني سلطة التشريع قراره ينفذ فقط من قبل السلطة التنفيذية، أما السلطة التنفيذية ما يقدر ينفذ خلاف الشغلة السلطة التشريعية. فمثل ما قلت لك، طيب أصلا الوقفيات يعني كوقفيات، لو ننظر الوقفيات، نعم الوقفيات يعتبر كأنه مثل ملك. يعني إحنا كل وقف مسجل بالتسجيل العقاري، حال أي واحد يملك دار، يملك أرض، يملك أي شيء. يعني والدليل على هذا إحنا كل أوراقنا ومستمسكاتنا موجودة بالتسجيل العقاري، يعني حتى إذا تلاعبوا به ما يقدر يتلاعبوا، نقدر نكشف. إذن يعني فيما لو حدث نوع أو محاولات للتجاوز، من يحق له رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية؟ والله هذا الجهة المضررة بموجب مستندات رسمية يقدر يقيم دعوة، بس قلت لك كل شيء مبني على الباطل باطل يعتبر. تمام، هنا طبعا مبني على الباطل باطل. واضح. في هذه الحالة يعني من وجهة نظرك، يعني هذه المحاولات لتقسيم الأوقاف مع كل هذه النقاط التي تؤيد وتقوي وتعزز من موقف الأوقاف وعدم المساس بها، هل ترى أنها ستستمر من أجل تحقيق مآرب معينة؟ والله هي لا أتوقعها، هي أتوقع شغلة سياسية، لأنه شيء انتهى واتخذ به قرار بل 2008 انتهى بعد. لماذا وصفتها يعني لماذا وصفتها بأن والبرلمان لماذا يعني هاي السلطتين تشريعية وتنفيذية، يعني بعد يعني ما يقدر يسوون شيء يعني صراحة. يعني ما هي الأهداف السياسية؟ والله هي صراحة هو لما دا لاحظ خمس مرات تكررت وهسه تكررت، احتمال يعني أنا مثل ما يقولون بالشارع، الشارع يقول لك هاي شغلات انتخابية، مع الأسف هو يعني هاي شغلات دينية، المفروض أي واحد ما يدخل السياسة بالدين، الدين إلى مريديه إلى معزول عن السياسة كل علاقة معها. طيب في حال لو احتمال شغلة سياسية، في حال أستاذ سعد لو طبق القرار، طبقت الاتفاقية، ما هي الأوقاف التي ستضيع بحسب توقعكم أو الوقفية؟ والله أقول لك هي أساسا المبدأ دعتك يا ما يجوز تقسيمها، ما يعني ما يرغب، يعني سووا لجنة، يعني مو معناته سووا لجنة ويعني جهة معينة وقع الوثيقة أنت، ما أكون شي حتي. تري ليش؟ لأنه أكو النقاط، أنا صراحة الوثيقة قريت فقراته، يعني فقراته يعني غير مدروسة. مثلا يقول لك هذا شو اسمه الوقفيات كلها سلموها إلى دار الوثائق في وزارة الثقافة. وزارة الثقافة شنو علاقته به؟ ما له علاقة بوزارة الثقافة. هو لو كان يم وزارة الثقافة صراحة هاي الوقفيات كان بـ 2003 كلها محروقة ومنتهية. بس فضل من الله والطيبين اللي كانوا موجودين قبل 2003 وأيام القصف نقلوا كل الوقفيات لبيوتهم.
وقسم منه يعني اتذكر احد الاشخاص اللي ضم لوقفيات بيته هو استاذ الله يصحه وعافيه استاذ عبد الكريم سعيد، وقسم من الموظفين ما اتذكر اسمهم بالبيك اب نقلوها المدرسه الشيخ معروف الكرخي حي العدل. هذا بعد كل جبناها لو فهنا هاي واحد. اثنين بالنسبه هاي الوقفيات المعلومات اللي عندي اخيره انه تم تصويرها وتصديقها من قبل دار الوثائق والسجلات وزارة الثقافة. شافوا النسخ الأصلية والنسخ مصورة هم صدقوها، خلوا نسخة عندهم هسه عندهم نسخة مصورة أصلية ومكتوبة من قبلهم ونسخة أصلية ونسخة عندنا ومحفوظة وإشراف الأمم المتحدة يونسكو صارت. وكلها تعبرت ووضعت في قاصات، كان 4-5 قاصات حديدية لا يمكن التلاعب به أو أي شيء ناحية حشرات أو عفن معفن بيصير، بأنه لازم هاي السجلات أوراق وسندات يحتاجها تحقيقات. إذا هم إذا نفس الوقفيات ذات الثقافة عندهم شو يسوون بالأصلية؟ بس شو يسوون بالأصلية؟ هو نفس النسخ صدقوه عندهم. وبعدين قلت ما يجوز، ليش؟ لأنه هنا إحنا لما نحتاج بالوقفيات مثلا إذا واحد يسأل على وقفة أنا ذا الوقت أسأل وزارة الثقافة أقول له روح اطلع من وزارة الثقافة. يعني هاي الشغلات يعني ما يجوز يعني يطبق هذا. في نقطة أخرى يعني الكثير من الوقفيات هم معناته في الوضع الفقرات قريته والله قسموها يأدري أنت على أساس تقسمها. الظاهر الناس اللي خلوا هذا الوثيقة حسب تقديري شخصي يعني الكثير من الوقفيات تمت يعني السيطرة عليها من قبل نعم يعني منذ 2003 أستاذ سعد، يعني هناك الكثير من الوقفيات تمت السيطرة عليها من قبل الميليشيات المتنفذة وهي تابعة طبعا للوقف السني، ولكن لم يتم التطرق إليها في هذا الاتفاق، لماذا برأيك؟ أستاذ سعد تسمعني؟ فقدنا الاتصال ربما بالأستاذ سعد. إذن سنعاود مرة أخرى الاتصال بالأستاذ سعد عمر كوبرلي مفتش عام ديوان الوقف السني السابق في العراق بعد فاصل قصير. كونوا معنا مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة عن سرقة أوقاف المسلمين في العراق، والعودة مرة أخرى للأستاذ سعد عمر كوبرلي. تسمعون الآن أستاذ سعد؟ نعم لا أسمعك جيد. نعم أستاذ سعد مرحبا بكم مرة أخرى. يعني الكثير أو البعض يرى بأن تقاسم الأوقاف في العراق هو مبني على عمليات فساد حدثت فيه، هي طبعا لا تختلف عن عمليات الفساد التي بدأت منذ احتلال العراق وحتى اللحظة في جميع مفاصل الدولة. إلى أي مدى ترى أن هذا موجود فعلا؟ والله صراحة الفساد احنا كان فساد موجود قبل 2003 بس تم يعني وناس جو ناس يعني عندهم مخافة الله خدموا بالهيئة بيهم طيبين، وانا كان تقريبا 12 موظف كان موجود بالهيئه يخدمون الهيئه ونتابع كل تفاصيل الهيئه، وهواية قرارات وقفناها خلاف القانون كان. بس هو كفساد صراحه بعد 2003 ما ظهر عندنا حسب ما يعني ادقق اشوفه ما ظهر الا حالات بسيطه وتم علاجها بوقت يعني مثل ما يقول لك ما خلينا الفساد ينزرع.
البعض يقول بأن هي مراحل متسلسلة ومتوالية، حتى أن عملية تقاسم الأوقاف أيضا تعد ربما يعني مخرجا من هذه المخرجات. أستاذ سعد، يعني البعض يقول بأن عمليات حتى تقاسم الأوقاف تعد حلقة من حلقات الفساد أو مخرجا من مخرجات يعني النظام، نظام المحاصصة في العراق بعد عام 2003. يعني فيما يخص يعني حديث الكثير عن اختلاس الأموال والممتلكات من إدارة الوقف السني، تحديدا عمليات الفساد، يعني كيف تصفها وأنتم يعني تعملون في هذا كمفتش عام ديوان الوقف السني في العراق منذ عام 2004 وحتى عام 2009، يعني لنتحدث عن هذه المرحلة؟ صراحة هو مثل ما بينت لك، الوقف بعد ما تركت، يا هذا مبين كل موظفي الأوقاف القدامى والحالين الأكثر يعرفوها. بعد ما تركت الأوقاف أنا يعني حالوني على التقاعد خلاف القانون كان صراحة، بس ما عليه الحمد لله والشكر. مهم الفساد بدأ بعد خروجي، يعني بدأ خليني أقول لك ويا خروجي بال 2009 بدأ. يعني هناك فساد على أموال الأوقاف من وزارة المالية، وهناك فساد من أموال الأوقاف من الهيئة. يعني الفساد اللي بالمحاكم كان موجود ولا يزال، يمكن هم عادوا بالمحاكم، هو المحاكم هو اللي يقررون. هو مثلا تخصيص مبلغ 742 مليار دينار لتأهيل وتطوير وتوسعة أبو حنيفة والشيخ عبد القادر. من هاي 742 فقط 12 مليار دينار استملكوا بيوت أطراف أبو حنيفة فقط، البقية اتصرفوا بها كلجنة في ذاك الوقت. طيب فيما يخص المساجد التي بناها المتبرعون وسجلت باسم يعني الأوقاف المنحلة، يعني ستخرج من إدارة الوقف السني؟ أستاذ سعد تسمعني؟ أستاذ سعد، فقدنا الاتصال مرة أخرى بالأستاذ سعد. إذن مشاهدينا الكرام، عدد من علماء الأمة صرحوا فيما يخص تقاسم الأوقاف على هذا النحو وهذه الاتفاقية بأنه اعتداء على الأوقاف السنية، وحذروا من خطورة تبعاته. أيضا الوقف هو من القربات التي حثت عليها الشريعة، وهو نظام إسلامي على مر العصور. رابطة علماء أهل السنة في العراق أيضا أعلنت أن اتفاق تقاسم الأوقاف محرم شرعا ولا يستند على أي أساس قانوني. أستاذ سعد عمر كوبرلي، تسمعني الآن؟ إذن عمليات الفساد في العراق مستمرة، ومرحلة تقاسم الأوقاف أو سرقة أوقاف المسلمين في العراق ما هو إلا حلقة من حلقات الاحتلال الأمريكي وحكوماته المتعاقبة التي لم تأتي للعراق والعراقيين بخير سوى النكبات والأزمات. معنا الأستاذ سعد عمر كوبرلي، تسمعني الآن أستاذ سعد؟ إذا أسمعك السلام. أنا بك مرة أخرى أستاذ سعد، يعني فيما يخص المرحلة المقبلة القادمة، كيف تنظر إليها في هذا الجانب؟ بالنسبة للفساد كأوقاف قلت لك أكو مواضيع هسه بالمحاكم العراقية القضاء، يعني هو بوقتها انفعلت بال 2015 يمكن 16، ومثل ما يقول لك قرارات طلع بها هسه استنفوه بالجديد، هسه دزوا استخدام لكل الأعضاء اللجان اللي اشتركوا في موضوع 742 مليار دينار، يعني ما يعادل حدود 650 مليون دولار. وهناك ايضا مواضيع مثلا مال حق دواجن المدائن، ومواضيع هذا على مال اموال الهيئه صار فساد بها. وهناك اكو مال ورق ارت يسموها بالمطبعه. نعم. طيب استاذ سعد، الاتفاق بين الوقفين سيشمل ايضا العقارات والاراضي بالاضافه الى المساجد، يعني نحو ثلث
الوقفيات في عموم العراق ستكون خاضعة لهذا الاتفاق. أثمة مخاطر اجتماعية أو آثار على المجتمع سلبية نتيجة هذا أو هذه الاتفاقية، كيف تنظر إليها؟ أستاذ سعد، هناك مشكلة أيضا بالصوت. أستاذ سعد، ما هي المخاطر الاجتماعية تجاه هذه الخطوات أو هذه الاتفاقية؟ هناك مشكلة في الصوت. إذن تقاسم الأوقاف اتفاق مجحف أثار غضبا شعبيا واسعا داخل العراق وخارج العراق، وهي محاولات لسرقة الأوقاف الإسلامية من قبل ديوان الوقف الشيعي والجهات الحكومية، بينما حذر المجلس الإفتائي العراقي الأعلى في ديوان الوقف السني من مخاطر اجتماعية نتيجة هذه الاتفاقية. نتحدث عن هذه المخاطر الاجتماعية بعد فاصل قصير، كونوا معنا. إذن معنا الأستاذ سعد عمر كوبلي مرة أخرى. أستاذ سعد، مرحبا بك. أستاذ سعد، مرحبا بك. أهلا وسهلا عين الدكتور العزيز. أهلا بك. أستاذ سعد، المجلس الإفتائي العراقي الأعلى في ديوان الوقف السني حذر من مخاطر اجتماعية في حال تمرير هذه الاتفاقية، يعني ما هي المخاطر الاجتماعية التي ممكن أن تحدث نتيجة تمرير هذه الاتفاقية و تقاسم الأوقاف على هذا النحو؟ هو مثل ما ذكرت سابقا أنه قسم الأوقاف والأغلبية أقدر أقول لك بها متولي، يعني هذول أصحاب الوقفيات اللي موقفيها عن آبائهم عن أجدادهم أو هم، يعني ما يقبلون هذا بهذا التقاسم، لأنه هذا مثل ما يقول لك أنا قلت مثل هذا البيت لفلان، ما يجوز الدولة أو أي جهة يأخذها يقول لها لا مو بكيفك كفلان، هذا الشغلة الشرعية يعني ما حد يقدر يتدخل به، يعني أنت مثل ما قلت لك حتى القضاء، قضاء ما يقدر يبت بهذه الشغلات، يعني الشغلة الشرعية، لأنه القضاء يحكم باسم الدين باسم الشريعة، يعني الشك وشغلات شرعية موجودة. ولكن الكثير من المحللين يرون أن القضاء في العراق قضاء مسيس. والله أنا صراحة اللي بهالمجال اللي اشتغلوا بهالمجال والتقيت وياهم، لا صراحه يعني شفتهم ناس يعني قضاة صدق قضاة، يعني انا استاذ علاء الساعدي يعني ارفع له تحيه من كل النواحي، ولحد هاي اللحظه رجل كان يا خلي اقول لك عادل بعدل السيف، واشهد له بكل شيء، يعني قلت لك وراها بدوا غير قضاة، بس انا مثل ما قلت لك يعني بعدين قرار القضاء هناك اكو تمييز تصير، هناك اكو شكوى تصير وادله تصير، يعني يصير مثل ما يقول لك مع معلومات تبرز فيما بعد، يعني مو شغله يعني لا تتوقع شغله سهله تقاسم الاوقاف. الى اي مدى ترى ان يعني تمرير هذه الاتفاقيه يراد من ورائها يعني الحصول على مصادر للتمويل من اجل تنفيذ مشاريع معينه يعني تخدم قوى دوليه من وجهه نظرك؟ والله قلت لك هو انا حاليا بعيد عن بغداد، انا بعمان ساكن، بس هو مثل ما قلت لك يعني مال الوقف يحرق، ترى مال الوقف خطر، صدق بالله يعني مال الوقف، بس اللي اشتغل بالوقف يعرف الوقف شنو، واللي يخدم الوقف بما يرضي الله الله يوفقه بالدنيا والاخره،
حتى اللي كان اللي يفكر من هذا العملية، من عملية تقاسم الأوقاف أو شيء يستفاد منه بالانتخابات، هو واهم، والله واهم، لأنه هذا حكم من رب العالمين وليس من البشر، لأن الوقف حكم يمر رب العالمين، صار وقف في ذمة مثل ما يقول لك، صار يمر رب العالمين مثل ما يقولون. إذن هذا الأمر ربما إن تم، يعني هو بالتأكيد هناك يعني مصالح معينة تقف وراءه، بالذات أن هناك يعني الكثير من الخطط والبرامج التي نفذت في العراق هدفها التقسيم، وهدفها بث الفرقة والطائفية، وبث يعني هدفها صناعة الأزمات من أجل تحقيق مآرب معينة. هل ترى أن المرحلة المقبلة في العراق في ضوء هذه الاتفاقية ممكن أن تؤدي إلى ما أدى إليه مشروع التغيير الديموغرافي في العراق من وجهة نظرك؟ والله هو يعني مع الأسف أقول العراق حاليا نلاحظ من 2003 لحد الآن يعني يتوجه نحو المجهول، يعني مع الأسف، يعني هي مو قضية الوقفيات بس، وقفية يعني حتى الميزانية، ما ميزانية هاي الشغلات، أنا اشتغلت بالميزانيات الدواوين، كنت ألتقي بوزارة المالية، يعني مع الأسف ميزانيات كلها غير مدروسة دقيقة، هو مثل مزايدات كان، مع الأسف يعني حتى أنا مو من صلاحيتي كان يعني شو اسمه أرفض، بس من صلاحيتي كان أكتب تحفظ، لأن أنا جهة رقابية كنت. فهو قلت لك العراق متوجه للمجهول، بس أنا مثل ما قلت لك، بس شغلة الوقفيات ما له كل علاقة بهالشغلات اللي التدخلات اللي دخلوها سياسية. البعض يرى بأن يعني أن موضوع الوقفيات لها علاقة مباشرة بالانهيار الاقتصادي في العراق وقضية التمويل والحصول على مصادر للتمويل، هذا الأمر يلقي بظلاله على المرحلة المقبلة. هل ترى أن الانهيار الاقتصادي له علاقة فعلا بهذا الاتفاق الوشيك على تقاسم الأوقاف؟ والله أنا يعني صراحة دكتور دا ناقشك من نقاش قانوني وعلمي، أما تدري يعني هناك تصير شغلات ضغوطات أو شغلات معينة، هذا خارج مثلا أقول لك مثلا قانون 19/2005 اللي من صدروه أخذوا سامرة صار تابع وقف الشيعي، إذا هيك قوانين يطلعون يدرسوها يطلعوها هذا خارج إرادة البشر وخارج إرادة الأوقاف، يعني من الناحية القانونية لا يمكن تنفيذ هذه الاتفاقية، لا يجوز المساس شبر من الوقف، لأنه شرط الواقف نص الشارع، وبعدين كل جهة مهما يكون تنفيذية تشريعية ما يقدر يتجاوز على الوقف خلاف الشرع. في هذه الحالة يعني ترى أن هذه الدعوات التي ممكن أن تنطلق أن تجد صداها في وقف تنفيذ هذا الاتفاق؟ والله هو اللي سمعت أنه تشكل لجنة بالأوقاف، أحكيك إياه، تشكل لجنة بالأوقاف، لجنة من موظفين يعني لهم يعني باع في مجال الوقفيات، يعني مو بسهولة يسلموا الوقف، يعني مثل ما يقول لك يسلم روحه ما يسلم الوقف. بس هو عموما اتوقع هذا الوثيقه يعني مثل ما يقول لك مو يعني مو اللغط نام عليه طابور، صعب يعني هو كل قرار بعدين هي وثيقه، يعني مو فد قانون او امر شيء تنفيذي، لا وثيقه، يعني وثيقه يقول لك 1 2 3 4 هذه النقاط الملاحظات المسجله النقاط، يعني خلاف القانون ما يطبق، إذن هاي الوثيقة ما تمشي، يعني كل وثيقة خلاف القانون والشريعة بالأخص والشغلة الشريعة وبالأخص هذا الشغلة الشرعية ما أتوقع ولا يتحرك من مكانه شبر. الوقف من القربات التي حثت عليها الشريعة وهو نظام إسلامي على مر العصور، هذه الجملة ممكن أن تستمر في العراق رغم ما يتعرض له من محاولات تقسيم أو تقاسم الأوقاف على هذا النحو المجحف؟ مثل ما قلت لك، ما طول أولا قلت لك الوقف مثل ما يقول سلمت
بإدارة رب العالمين هو ينظر له بعد. الشيء اللي في الوقف هذا نفسه موجودة بالأرشيف العثماني. بالمناسبة أنا بالأرشيف العثماني سألوا قالوا إيش عدد دزور تسأل؟ قلت له هيك شغلات، قال الأصليات، قلت له كل الأصليات موجودة. الولد ارتاح بالأرشيف البلقط وأنقرة، ارتاح قال الحمد لله زين الحال. قال كل هال بال 2003 صار هيك أمريكان دخلوا، يعني النظر الماخذي خارج العراق، يعني عرفوا العراق تدمر انتهى. فقلت له كل حافظنا عليه كلها باقي. وبالمناسبة راح أقول لك شيء واحد، أكثر هذني الوقفيات كان موجودة في مكتبة الأوقاف في باب المعظم يم وزارة الأوقاف السابق. صدق بالله أيام القصف موظفين نقلوها بالبيكابات الأوقاف، نقلوها من المكتبة، من مكتبة وزارة الأوقاف نقلوها، قلت لك قسم لبيوتهم، قسم أخذوه منزل الشيخ معروف. مع العلم أثناء القصف مكتبة الأوقاف دمرت تدميرا شاملا، يعني لو باقي الوثائق بها كان تحترق وتنتهي لولا جهود هذول الناس المخلصين بالأوقاف جزاهم الله ألف خير. يعني حتى قسم منهم التقيت بهم و... نعم. هو ما أذكر اسم غير اسم صاد عبد الكريم سعيد، بقية موجودين لأنه خاف أنسى غير اسم أنسى اسم على مدار كان موجودين، ويمكن واحد منهم أستاذ ستار جبار جنابي يمكن هو اللي سعى بالنقل وكان يسعى وياهم بالعملية. دكتور عبد الرزاق الحربي يمكن، يعني هذول ناس اللي شفتهم ناس أفاضل ويخافون على أوقاف وعلى ملك الله. إذا لم يبقى إلا أن أشكرك شكرا جزيلا أستاذ سعد عمر كوبرلي، مفتش عام ديوان الوقف السني السابق في العراق من عام 2004 وحتى بداية عام 2009. شكرا لكم أستاذ سعد عمر لوجودكم معنا في هذه الحلقة. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.